واحد المرارة بقلبي. هي وصلت. كل عزيزي على اللي ما عمرني حسيت بها بحياتي يعني. قد واحد عزيز عليكم كربصة. كربصوا أعداء الله. كربصوا لي يا ولدي. ومساعد المخزن وزاد كربصوا المخزن. ما خانش ولدي حقه. ودابا كنطالب من الناس المسؤولين، الناس الكبار. وجلالة الملك سيدنا الله ينصره. يحاسبوا المسؤولين. على ولدي بد اللي طرا لولدي. اشنو طرا لي بالضبط اوسي؟ ولدي شنو طرا لي بالضبط؟ ولدي تكربصوا عليه شي وحوش في المرصد. تكربصوا عليه وراه عاربوا من الناس ويديروا شهاده ديال الناس. وإلا لقاو الهضره ديالي كذوب انا مستعد نمشي بلاصتو من العرس. واحد الوحوش كيتكربصوا اللي سولتو في الدراره وما كيمشي لهذيك القنته كيجر الشاريو الا اللي مقهور وما لاقي على الشاريو فين. وعارفين الناس مقهورين وعاقرين عليهم. ومن ضمنهم ولدي ومن ضمنهم شحال من واحد غتسولو غيقول لكم دوك الناس كيتعداو وتكربصوا على ولدي. ودابا كنطالب انا بالتسجيل داكشي اللي طالب به ولدي. مشى عند المخزن وطالب بالتسجيل ديال الكاميرا وطالب بالناس اللي وتكربص عليه حتى البوليس. تكربصوا على ولدي. جا عندهم الغد ليه قال لهم جيبوا التسجيل ديال الكاميرا راه ما عطيتونيش حقي وشدوا ولدي وبركوا يبقشوا فيه كشي مجرم. وراه ولدي قال لك تيقول كيفاش من دائرة أمنية دائرة الهراويين كبار بالله عجوز يكونوا مخزن هذوك عجوز يكونوا مخزن المخزن راه فيه الصالح وفيه الطالع عجوز كنطلب من الناس المسؤولين ياخذوا لي حق ولدي شحال دابا ولدك ولدي راه ما بغاش يدير السيبه وحنا ولدي دابا اليوم 14 يوم هو ملي حكومة تكربص 14 يوم وكربصنا معاه ماديا ومعنويا ونفسيا واش هو اللي كان هزك؟ أول كان هزني وأنا راه معاق أنا معاق ولدي لا سولو غتلقى ولدي كيقرا مزيان ولا عندنا حفاظة على قبل باش مرضاني تنضرب عليه التمرة وأنا معاق ولا عندنا حفاظة وجاي عاوني يقرا لي الهم وكان الدولية من بين يدي ومعاق خليه كنطالب السلطات المسؤولة تعاود تفتح التحقيق من جديد، هذه راه دولة حق القانون، هذه راه دولة حق القانون، هذه ماشي دولة التعدو، هذه راه دولة حق القانون، خذوا لي حق ولدي، أنا مزاوق، أنا ديال الأم ديالو راه مليوحة في الدار، راه مليوحة في الدار جيو تشوف، وكياخذوا من عندنا وإلا ما عطيتيهمش يا ويلك نهارك كحل. بلطاجية زعما خلص. بلطاجية هادو. بلطاجية. نعم. بلطاجية بهذاك المعنى. كيديو الفلوس الصحة واللي دوار شحال من واحد راه واحد مصيبطينو للحبس راه هو لا بغيتوه نجيبو ليكم الشهد داروا لي قالب تاهو صيبطوه للحبس دابا شنو جاو داروا على داك الدري الشباب ديالو ولا عنده ولي عنده واحد اخر تعدوا على داك الدري الشباب ديالو تعدوا عليه وعمروا داك الدري راه ما مشدود ما عمرو مدوز حبس ما عمرو اللي قال شي حاجه 24 ساعه راه ما مدوزش حتى في الجيور ديال الكوميساريه هاد السيد تعدوا عليه الله ياخذ لهم الحق حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل كنتمنى من الله وجلالة الملك والاسره العلويه السي الحموشي ياخذ لنا حقنا ويحسبوا بحال بلاده وياخذ لي حقه ما يضيعوش في باه امه وحنا ضعنا فيه شكرا اخويا